تعال ممدوح، تعال تعال، وين رايح؟ كيف حالك؟ صباح الخير. صباح الفل يا باشا، عامل ايه؟ انا عامل قهوة. قهوتنا قهوتنا؟ ندخل في الموضوع. شو شعورك اليوم ثاني يوم من اتفاقية السلام؟ كيف شو؟ اتفاقية السلام؟ امبارح كان في اتفاقية السلام؟ اليوم ثاني يوم. ثاني يوم؟ اليوم الثاني من اتفاقية السلام، شو شعورك؟ شعور انا عندي مجموعة مشاعر مختلطة يعني متقلبة ما بين اشياء كثيرة، يعني سيبك مني، ايش شعورك انت كمواطن عربي؟ ايش شعورك اليوم؟ طبعا انا حزين جدا كمواطن عربي. حزين في ثاني يوم؟ حد بيكون حزين في ثاني يوم من تفقيد السلام؟ مفترض احزن اول يوم يعني. اول يوم كفاية يوم واحد كفاية يوم حزن تفقيد السلام تحزن ليش يا اخي؟ كفاية يوم واحد حزن. الله يا ممدوح، غريب انت يا ممدوح حبيب من هي. طيب سيدي، بارك الله. صباح الخير يا شباب، كيف حالكم؟ مرحبا، هذا معتز. مرحبا اخوي محمد، يعطيك العافية ان شاء الله. كل عام بخير. وانت بخير يا غالي. مناسبة عارفة. ايش المناسبة؟ اليوم اليوم ثاني ايام اتفاقية السلام، ايش شعورك؟ يوم الجمعة. اليوم الجمعة، جمعة مباركة. بس ايش شعورك بمناسبة يعني ثاني يوم من ايام اتفاقية السلام؟ شفت هذه تعبان انت معتز؟ انا تعبان مرهق يمكن نعسان. لا 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 لا، انا مزعوج من موضوع اتفاقية السلام اللي وقعت، وزي ما قلت لك يعني بتوقع انه مش فقط هذه دولة واحدة، في دول سلسلة دول راح تتبع التوقيع. انت بتتكلم جدية معتز؟ لا انا بتكلم جدية صراحة. واحدة منهم ممكن. الله يكون في العون. بلادنا العربية تقصد يعني؟ لا قصدي السودان. السودان. الله يعين، الله المستعان. حمد، بما انه انت بتتكلم بجدية عالية، نشوف حمد. صباح الخير حمد. صباح النور، سلمك طيب. ايش اخبارك؟ الحمد لله. ايش شعورك في ثاني ايام اتفاقية السلام؟ في يوم الجمعة. في يوم الجمعة. يوم الجمعة. يوم مباركة. لا اتفاقية بلا دوام، يوم الجمعة. تكلمش بالسياسة. لا تكلمني سياسة، هي راحة وعبادة بس، لا دوام لا سياسة. دايلنا سيدي دايلنا. الله يوفق الجميع. المشكلة احنا كلنا قاعدين الآن. سلام معتز عنده مشكلة. يوم راحة ويوم عبادة واحنا قاعدين في الدوام. يعني والله يعني محمد لسه باقي له عنده نشرة ثقيلة، لسه الساعة 8 ثقيلة. احنا مش حابين نتكلم بالسياسة صح؟ يعني عنده نشرة ثقيلة. المفروض نتكلم ثاني ايام الاتفاقية. محمد شعورك؟ لا حول. احنا 6 دقائق بدخل في السياسة. الان اصبح التاريخ. خلاص كانت امس. بلاش كلام بالسياسة، خلينا في الجمعة. السلام عليكم. صباح الخير استاذ رضوان. والله. كيف حالك؟ الله يحفظك. صباح الخير، مال عينين. اهلين، كيفك؟ ليش بتضحك يا استاذ رضوان؟ مبسوط؟ مبسوط؟ لا عليك. بشوف هل انت حتصورنا ولا حتعمل معنا مقابلة ولا انت ايش بتفكر؟ عجبك الجو الكوروني اللي احنا فيه؟ امبارح كان يوم مبسوطين بوجودك. الله يبسطك دائما يا شيخ. والله هذا شيء بس انه في ناس مبسوطة انا شايفها. والله شيء عظيم بحد ذاته. هذا مش سامع حدا. امبارح كان يوم تاريخي، واضح انه في اجماع انه كان في انجاز تاريخي ويوم تاريخي. سمعت فيه؟ ألا وهو؟ يعني ما سمعت شيء تاريخي بس. يعني بس إيش مين اللي بيعتبر التاريخ بالضبط؟ تاريخ مين؟ الحرب العالمية الثانية كانت يوم تاريخي. كان يوم تاريخي. ما العنين أنت سمعت في اليوم التاريخي اللي كان امبارح؟ أنا أول شيء بدي أسألك، أنت مين حيفوز اليوم، برشلونة ولا بايرن ميونخ؟ والله هذا سؤال جوهري، وصلنا إنه أنا متفقين إنه إحنا نتكلمش في السياسة صح؟ لا لا، اليوم التاريخي إنه تفوز بايرن ميونخ. وأنا والله بس أنت برشلوني. أنا برشلوني بس سيكون يوم تاريخي. يوم تاريخي إنه تفوز بايرن ميونخ. قبل هيك يعني وين التاريخ في الموضوع؟ هم وسلام سلام في النهاية. لا حول ولا قوة. بما انك ما سمعتش باليوم التاريخي، امبارح كان في اتفاقية سلام. يا لطيف. وكان في اجماع انه يوم تاريخي. انت شو موقفك؟ هو اقول لك يعني انه اليوم التاريخي ممكن يكون سلبي ممكن يكون ايجابي. بالنسبة لنا احنا كان ممكن يكون، انت متوقع انه يكون في ايجابية في الموضوع؟ بالمطلق. بالمطلق نعم؟ بالمطلق لا. ما هم بيتكلموا عن يعني بشكل انجاز، يعني انجزوا شيء مهم للقضيه الفلسطينيه، اوقفوا عمليه الضم. هذا ذر للرمادي في العيون. وانت بتعرف يعني معنا نتنياهو بذات قال لك هذا تاجيل الضم وليس وقفا له. قاعد مطلع على كل هذا وتحكي لي اي تاريخي؟ شفت كيف اللي اخبر ما عليك؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ خليك ايوه، خليك ملتزم بالله. ايوه، ايه الحلاوه دي؟ لا البس
البس انا مش لابس. ايوه نلتزم بقوانين الدوله وقوانين المؤسسه و... الحلقه اشرح لي بقى انت عامل ايه. الله عليك. ده اسد بس يعني حاطط جل على شعره والله. واضحه جامد جدا. جميل جميل جميل. الساعه مع الجزمه مع الطقم ده حضرتك بحوالي يعني 75 جنيه. حلو حلو. انت اخبارك ايه عشان تعرف انا بدفع فلوس في الحاجات دي. انا نعم انا متاكد 75 ريال بالطقم. 75 ريال لا حول ولا قوه. 75 ريال بيعملوا كام جنيه دول؟ شوف يعملوا كام دولار. جنيه دولار. كام دولار يعني. انت حاسس بالسلام؟ عشان احنا كنت عامل مجموعه مع زملاء مقابلات. انت حاسس بالسلام اليوم؟ المفروض انه في اتفاقيه سلام يعني. انت حاسس بالسلام ولا مش حاسس بالسلام؟ اكتر من كده يا جماعه. اكتر من كده سلام فيه ايام اعلم بالله ربنا. كل اللي تحت الطاوله بان خلاص. كله بقى فوق الطاوله. كله بقى فوق الطاوله. فوق والدولاب. فوق الدولاب. كله فوق الطاوله. السلام عليكم.